بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شلنا في الدروس السابقة كيفاش نتعامل مع لا باز دو دوني وكيفاش نيكزيكوتيو لي روكيت في وسط السيرفر بحيث يمكننا نافيشيو لي زانفورماسيون اما في ليست بوكس او لا في داتا جريد فيو. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نزيدو كيف ما اتفقنا، غادي نزيدو نافونسي واحد شوية بحيث هاد لي روكيت هادو ما غاديش يكونوا بهذا الشكل، هذا غادي يكونوا بواحد الشكل لي كومباتيبل مع ليتيليزاتور. طيب اذا غادي نرجعوا للديزاين. هنا بالنسبه للدرس اليوم غادي نطلبوا من ليتيليزاتور، غادي نقدوا واحد البروغرام لي تيستي ليتيليزاتور دوك لا دوك لا ليست دوك لي فيل لي كاينين ابري تيستي اون فوا تيسيليكسيون مراكش تي افيشي لهم دوك لي ستاج اللي عندهم مراكش تي سيليكسيون غابة شي افشي دوك اللي عندهم غابة وهكذا. اذا اش غادي نديرو، غادي نسبريمو هاد لي شوز بهاد الشكل هذا، ثم غادي نحتفظو بهاد لي بوطون. هنا اش غادي نديرو من بعد نافيشيو واحد الكومبو بوكس. هاد الكومبو بوكس هي اللي بغات افيشا فيها دوك لا ليست ديال لي فيل اللي كان عندي في وسط لا باز دو دوني. هذا المسألة كيف ما كان هي السلك سمو هادي بهذا الشكل هادي، ثم غادي نعطي هاد البوطون سمحنا مثلا افيشي بهذا الشكل هادي. غادي نصغرو لابليكاسيون تاعتنا شوية بهذا الشكل. طيب دابا انا غادي نسي المدينة ليتيليزاتور، غادي كليك على افيشا افيشي ليه دوك افيشي ليه دوك اللي كاينين عندنا في وسط دوك اللي كاينين عندنا في وسط لا باز دو دوني. اذا دابا اش غادي نديرو، غادي نرجعو للبارتي كود هو الاول، غادي نسيبريميو هاد البوطون جوج حنا مبقيناش خدامين به، غادي نخليو بوطون اه باش ما نبقاو نعاودو هاد الكود هذا غادي يبقى هكاك. طيب اذا اشنو اول عملية غادي نديرو، هي غادي نافيشيو دوك لا ليست تاع لي في اللي كاينين عندنا فوسط هاد فوسط هاد كومبو بوكس. دابا خص ليتيليزاتور اون فوا هبط هاد لا ليست هادي بهاد الشكل خص افيشيو ليه دوك لا ليست تاع لي في اللي كاينين عندنا. اذا اش غادي ندير، اول حاجة كيف غادي تيكزيكوت لابليكاسيون، غادي تكون هادي عامرة. اذا فين غادي نعمر انا هاد كومبو بوكس؟ حنا قلنا مثلا بيجي ليتيليزاتور ايكزيكوتي بحال هكا خص يجي يلقى هادي عامرة. اذا امتى غادي تعمر هادي؟ غادي تعمر في وسط اللود، غادي تعمر في وسط ليفينمون اللود. طيب اذا حنا غادي نعمرو اول طاش غادي نعمرو هاد الكومبو بوكس بدوك ليفي اللي كاين عندنا. اذا هنا فورم تيري اللود، هنا فين غادي بروغرام، غادي نكوبيو نفس هاد العملية. حنا دابا راه شرحنا هاد ليلين مرارا وتكرارا حتى بينا كل انستركسيون الدور تاعها، وحنا وقت ما بانت لنا شي ملاحظه ولا شي حاجه ممكن اجوتيوها. طيب اذا غادي نخليو حنا مثلا سيليكت، هذه المره شنو بغينا حنا سولمو شو واحد اللي هو لا فيل. غادي ما باقيش غادي ندير سيليكت اول، غادي ندير نجيو مثلا الاسكيل هو الاول باش نيكزيكوتيو هاد الروكيت. غادي نكوبيو مثلا هاد لا روكيت كلها ثم غادي ندير بهذا الشكل. غادي ندير سيليكت فيل فروم ستاجير نيكزيكوتيها، تلاحظوا انها افشلنا لي فيل بوحدهم، ولكن تلاحظوا ان مراكش كاينه جوج المرات تعاودت ليا جوج المرات وهذا خطا خصها تعاود ليا مره واحده. اذا اش غادي ندير، غادي نستخدم الموكلي ديستانك ديستانك. هذا الموكلي هو اللي تيمكنني باش نافيشي نيفيتي الغوندونس، ما باقيش يكون عندي التكرار نتاع لي زون لي لين جوج المرات نافيشي، تلاحظوا انه افيشاو لنا مره واحده. وممكن كذلك نجذب نتخيهم سلو هذا الفا شي الفابيتيك شي تخي كيف ما كان. ندير مثلا اوردر باي، ممكن نجي ندير اوردر باي، حنا ماشي مشكل ماشي هذا ولا هدف تاعنا، غادي نخليوها سلو مي افيشاو. طيب غادي نكوبي هاد لاغوكيت هي الاولى ثم غادي نحطوها هنايا بهذا الشكل. هنا في هذه الحاله غادي نضطروا باش اشنو باش غادي نسيبريمو هادشي هذا كله،
بهذا الشكل. اذا هنا غادي نعمرو ديك الكومبو بوكس، غادي نعمرو الكومبو بوكس ديك لي فالور اللي تيستجبوا لهاد لي غوكيت. اذا اش غادي نديرو؟ حنا غادي نحاولو نغيرو الميثود ونعاودو نديرو بزاف تاوعي نوع شويه باش كاع لي ميثود تحفظو يبانو تبراتيكو مزيان. اش غادي ندير دابا؟ غادي نزل لي زانفورماسيون من ديك التي ار وغادي نحطهم في وسط كومبو بوكس. غادي ندير وايل دي ار بوان ريد، ثم غادي نكتب في وسطها شنو كومبو بوكس، عفوا كومبو بوكس بوان ايتم بوان ايتم بوان اد اللي غادي ناجوتي شنو. هنا غادي ندير دي ار دو زيرو، دي ار دو زيرو بهذا الشكل. اذا هاد ايتم قلنا تنقصدو لا كوليكسيون اللي كاينه في وسط هاد كومبو بوكس، ثم درنا هاد اد بروبريتي تمكنني باش ناجوتي هاد ليليمون في وسط لا كوليكسيون. طيب نجيو دابا نديرو هاد هاد ليكزيكسيون، عفوا تلاحظوا انه افيشاليا نفس الريزولتا اللي كاين هنا اللي افيشاليا في اس كيو ال سيرفر بلا ما يكرر داكشي. دابا شنو غادي ندوزو حنا لواحد ليتاب اخرى، بحيث مثلا اون فوا سيليكسيوني ليتيليزاتور هاد مثلا مراكش او لا كازا ولا غابو ولا الصورة اي مدينة، غادي افشي دوك لي ستاجير اللي عندهم هاد اللي عندهم هاد لا فيل تاع الصورة هاد القيمة اللي افشيتي زادت اون فوا ستي الصورة افشي بان داكشي. طيب حنا شنو حنا تلاحظنا اننا درنا افشي افشنا هاد لي زانفورماسيون، وهاد لي زانفورماسيون هما ديجا دوك اللي ديك الغوكيت اللي كنا قادينا قديمة اللي كانت تساوي مراكش. هاد الغوكيت هادي كنا درنا قديم هي اللي افشي لينا دابا. اذا دابا اش بغينا نديرو؟ غادي نجي ما باقيش غادي نزيد لها فيلتا تساوي مراكش، غادي نخلي دابا حنا فاش كنا تنافيشيو داك في الدرس السابق اون فوا نكليك على افيشي تي افيشي ليا تو لي زونغيجستخومون او لا تو لي لين اللي عندهم تو لي ستاجير بصفة عامة اللي عندهم لا فيلتا تساوي مراكش. تنزيد افيشي تعطيني دوك لا فيلتا تساوي مراكش. نجيو مثلا هنا نديرو كازا بهاد الشكل هذا و جو بونس سي كبيرة. نجيو مثلا ندير افيشي، طلع انا افيشي لي دوك لي ستاجير لي ساكنين في لافيل كازا مزيان. دابا شنو ما باقيش انا بغيتي افيشي لي دوك لي لافيل تساوي كازا او لا مراكش، بغيتي افيشي دوك لي لافيل تساوي ديك القيمه اللي سال ايتيليزاتور في وسط الكومبو بوكس تساوي لي هاد القيمه هادي دخل هنا. اذا دابا خصني نهز نغيكوبيري هاد القيمه اللي عطى لي لي ستا ايتيليزاتور هنا ونحطها في وسط الغوكيت، بيت نغيكوب بيت نهز هاد القيمة اللي دخل لي ستال ايتيليزاتور هنا وبنحطها في وسط لا غوكيت. اذا اش غادي ندير؟ غادي نجي لهنا فوسط هنا، لاحظنا اش بغينا نديرو فوسط هنا بين دوك جوج لي دوك جوج لي كود، غادي نحط ديك القيمة اللي ستال ايتيليزاتور فوسط كومبو بوكس. اذا اش غادي ندير؟ غادي ندير بهذا الشكل هذا، لاحظ اش درنا، سبريمينا غير ديك القيمة اللي كاينة تما، سبرينا القيمة وخلينا دوك الكود بداك الشكل. دابا اش غادي نديرو بهذا الشكل؟ اذا دابا مثلا جينا هنا اش غادي نقولو ليه؟ غادي ندير هنا كومبو بوكس، كومبو بوكس ان بوان اشنو؟ كيفاش ندير تنحصل على ديك القيمة اللي سيليكسيون الاتيليزاتور؟ دابا نحصل عليها تندير بوان تكست كومبو بوكس بوان تكست، ثم نعاود اجوتي هاد الاند بهذا الشكل. اذا باش نفهمو هاد البرانسيب مزيان حيت اهم نقطه هي هادي. دابا اجي نديرو هادي نهزو، هادي عباره على شين دو كاركتير، هنا هادي كانت كلها شين دو كاركتير، ولكن شين دو كاركتير كون جيت انا باغ اكزومبل دابا ودرت بهذا الشكل هذا، درت بهذا الشكل هكا، هنا هادي عطيني خطا. اش غادي يزيد؟ غادي يبقى تيقلب ليا على كاع دوك لي ستاجير اللي ساكنين في كومبو بوكس بوان تكست، وهذا الشيء ماشي معقول. ما حنا هاد القيمة هادي بين حنا اللي تساوي حيت هذا متغير، هذا فاريابل ماشي تكست، إذا خصني ديما لي فاريابل تيكونوا خارج هاد جوج تاع دبل كود. إذا اش غادي يوقع؟ غادي نرجع هادشي كيف كان بهاد الشكل هذا، غادي نخرج هاد كومبو بوكس بوان تكست باش ترجم القيمة اللي سالي ايتيليزاتور على باش تولي هادي كلها شين دو كاركتير تيكزيكيوت. إذا ما نساوش هاد لي هاد الكوت هادو في هاد الجوانب هنا تيكونو خارج حيت اوبليغاتوار، حيت امتى ما تيكونوش هادو في حاله حده باش اكون تنتعامل مع الاعداد، بينما لي شين دو كاركتير او لا لي كاركتير توجور تيكونو. ثم ما نساوش ما نزيدوش هنا شي اسباس
اتونسيون لازمنا شي اسباس او لازمنا شي اسباس هنا تيوقع مشكل تيولي تيقلب لي على دوك لي ستاجر مثلا الا كانت تستا مراكش تيقلب على دوك لي ستاجر اللي عندهم مراكش وقدام مراكش اسباس حيت لوغزناتو عنده شي امور لي شي ريغل لي في شكل تهز دوك تايبحت ليا على دوك اللي عندهم نفس هاد القيمه اكزاكت. اذا غادي باش نيفيتو هاد لي زيرو غادي نحاول ما نديرش لي سباس هنا ونحاول نلتزم بهاد المساله. وهاد النقطه اللي تفهمت غادي تفهم بزاف تاع الحوايج حيت على طول تقريبا بزاف تاع لي لي شوز اللي غادي نشوفو تنعتمدو فيهم على هاد البرينسيپ. الا تفهمت هاد النقطه هادي غادي تفهم بزاف ديال الحوايج. اذا غادي نجيو ندير واحد لو تيست اكزيكوتيف مثلا نسيو مراكش ندير افيشي تلاحظوا انه افيش ليا دوك اللي ساكنين في مراكش دوك تو لي ستاجير اللي ساكنين في مراكش. نسي مثلا الصويره ندير افيشي عطاني دوك اللي في الصويره نسي غابة عطاني افيشي عطاني دوك اللي في غابة. اذا هذه هي الطريقه كيفاش نقد لاحظنا اننا لعبنا على غيرنا في وسط غيرنا في وسط الغوكيد انطلاقا من لا فالور اللي دخلتي لزاتهم انطلاقا من الفالور اللي دخلتي لزاتهم. هاد النقطة هادي راه مهمة بزاف حيت تلاتة منها خصنا نفهمو هاد النقطة هادي ونفهمو لي فيمون كليك حتى كليك الاتيليزاتور على لو بوطون اللي هز ليا القيمة دار لي واحد ريكيبيراسيون تاع لا فالور اللي دخل في التكست بوكس استخدمنا بوينت تكست ويدير لا فيل تاع السماء. اذا هادي طريقة ثم غادي نزيدو نافونسي واحد شويه. اش غادي نديرو حنا ما باقيش بغينا التايج الاتيليزاتور عليك عفوا انا ما نسيناش لاحظنا انا درنا لك انفيد درنا افيشي عفوا نعاودو نرجعو انا علاش طلع لي بروغرام جوج المرات حيت باقي ما تسداتش الكونيكسيون. ابدا هنا هاد القضية اللي غادي نزيدو حنايا هي كيفاش الاتيليزاتور كليكي مراكش اوتوماتيك افيشي لي دوك مراك بمعنى غادي نانيوريو هاد لوغون تاع هاد لو بوطون افيشي. اذا اش غادي نديرو بكل بساطة غادي نسي حنا بيت انا شنو بيت ليتيليزاتور اون فوا غير على هاد كومبو بوكس تافيش هاد الشيء. اذا شنو غادي يمشي ليفينمون لي مسؤول على لي تيغير ليا لاندكس نتاع هاد كومبو بوكس. انا باش نكونوا متفقين واحد شويه بالنسبه مثلا فاش جيت انا نسيت كازا راه لاندكس يساوي صفر درت الصاويره لاندكس يساوي واحد غابان هذيك تساوي 3 وهكذا. اذا بغيت نستنى واحد ليفينمون نتاع اون فوا تغير هاد لا فالو غادي يافيشي ليا هنايا دوك افيشي دوك القيم اللي تيستجبوا لها. اذا بنستخدم ليفينمون سيليكت اندكس تشانج غادي فيرمي ثم غادي اما الى بغيت نوصل لهاد ليفينمون اما نكليك هنا دو فوا بهذا الشكل هنا تلاحظوا انه عطاني سيليكت اندكس تشانج او لا نسي نسيليكسيوني الكونترول ونجي لهاد لابارتي هادي لهنا غادي نسي نكليك على ليفينمون ونسي ليفينمون اللي سميتو سيليكت اندكس تشينج نكليك عليه دو فوا بهذا الشكل. او لا كاينه طريقه اخرى هي انني مثلا تنسي الكونترول كومبو بوكس ثم تنسي ليفينمون اللي بغيت هنا. هادو ثلاثه نتاع الطرق باش نوصل لهذه الطريقه. ثم غادي نهز نفس الكود بنفس الطريقه كل هذا الكود هنا بهذا الشكل كونترول اكس او لا ممكن نخليه تما نخليه حتى انا ماشي مشكل. ثم غادي نجي نيكزيكوتي ونشوفوا لا ريزولتا اللي غادي تخرج لنا. طيب نجيو مثلا نسيو مثلا الصويره تلاحظوا ان افيشال هذوك اللي في الصويره نسيو مثلا مراكش تلاحظوا ان افيشال في مراكش غابه افيشال هذوك اللي في غابه كازا وهكذا. اذا حتى لهنا تيبان لي الفكره توضحت نتاع كيفاش نقاد هاد لابليكاسيون. هي الا شديت هاد لابليكاسيون في الاول وبغيتي تقادها تتبان فيها شويه نتاع الخدمه فيها بزاف تاع الخدمه مثلا الا جيتي بهذا الشكل هذا. اما انا قسمتي على الجيطاش تتسهل عليك القضيه. اول حاجه قد مثلا عمر هاد الكومبو بوكس وشفنا كيفاش عمرها بالتفاصيل. ثاني حاجه دير مثلا واحد البوطون بيساعدك ان فوا تكليك على بوطون يهز هاد لا فالو اللي كاينه هنا ويقلب عليها. ثالث حاجه حاول يهز الكونترول هنا. اذا اي طاش كانت كبيره الى جزئناها لدي طاش صغار تتسهل عنا الخدمه. اذا الى هنا غادي نكتفي بهاد القدر هذا حتى الدرس اخر ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفو فيه حتى هو نفس غادي نشوف فيه كيفاش نتعاملوا او لا كيفاش الاتيليزاتور هو اللي تيكري لينا واحد الغوكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.